صباح الفل عليكم. النهارده هنعمل انبوكسنج ريفيو وكمان تيستين كامل للمايكل فيمو سي 3 من كوميكا. في البداية حابب اشكر شركة كوميكا ان هم بعتولي المايك ده علشان اجربه واقول رأيي فيه بشكل كامل، وبشكرهم تاني ان هم ما طلبوش اي تدخل خالص في السكريبت او في رأيي او انطباعي عن المنتج. وكمان هسيب لكم لينكات الموزعين لكوميكا في مصر عشان لو محتاجين تشتروا اي حاجة من منتجات كوميكا. ودلوقتي هنبتدي الانبوكسنج بتاعنا، فيلا بينا. اول وجه معانا للمنتج عليه لوجو كوميكا وشكل المايك، ريسيفر واثنين ترانسميتر وتشارجنج كيس، واسم المنتج هو فيمو سي، وانه بيشتغل على الموبايل والكاميرا واللابتوب. تاني وجه للمنتج عليه السيريال نمبر، وتاني شكل قطع المايك، وتحت بيورينا الكيت اللي معانا هي ايه من الثلاثة فيرجن اللي بتنزلهم كوميكا من المايك ده. واول فيرجن هو السي 1 وهو عبارة عن ترانسميتر وريسيفر واحد، تاني فيرجن وهو السي 2 عبارة عن اثنين ترانسميتر وريسيفر، تالت فيرجن معانا وهو السي 3 عبارة عن اثنين ترانسميتر وريسيفر والتشارجنج كيس، وهو ده المايك اللي معانا. تالت وجه للمنتج موجود عليه الفيتشرز والمميزات الخاصة بالمايك، واللي اهمهم انه بيقدر يقعد لحد 20 ساعة استخدام، وانه بيدعم خاصية الشحن اثناء الاستخدام، فمش محتاج توقف تصوير او تسجيل علشان تشحنه تاني، وان الليتنسي او الديلي تايم هو اقل من 20 ملي سكند، وده وقت عظيم جدا مش هتلحق تلاحظه العين المجردة في التصوير خالص، وانه بيشتغل 200 متر في المناطق المفتوحة، واللي اكيد هنعمل تيست للنقطة دي بالذات عشان نتأكد منها. بعد كده بيعرض لنا بعض من استخداماته، انه لصناع المحتوى والفلوجينج والناس اللي بتطلع اونلاين ومحتاجة صوت كويس، والستريمينج والاجتماعات الاونلاين. بعد كده معلومات التواصل مع الشركة وشهادات الجودة الخاصة بالمنتج. بعد كده رابع وخامس وسادس وجه للمنتج فاضيين تماما. عشان نطلع علبة المايك نفسه بنضغط على اي جانب من الجوانب السودة دي وبيطلع من الجانب التاني عادي. بنلاقي معانا بوكس اسود شيك كده عليه لوجو كوميكا ومعلهوش اي معلومات تانية خالص. بنفتح البوكس من الجزء اللي تحت ده وبنلاقي على طول شنطة صغيرة شيك جدا عليها لوجو كوميكا، خامتها كويسة جدا ومقاومة للصدمات، وفيها ستراب صغير كده تقدر تشيلها منه. بعد كده هنلاقي كيسة صغيرة كده موجود فيها شوية حاجات، QR كود لو عملت له سكان هيفتح لك اليوزر مانوال الخاص بالمايك اونلاين، وكارد تاني صغير كده عليه لوجو كوميكا خاص بشهادات الجودة بالمنتج. بعد كده هنلاقي عندنا بطاقة الضمان للمايك، وبعدها اليوزر مانيوال، واللي هنعرف منه شوية حاجات مهمة. اول حاجة انك لازم تخلي الريسيفر والترانسميتر شايفين بعض طول الوقت عشان تاخد كواليتي صوت كويسة بدون اي مشاكل او تقطيع في الصوت، وان في الاستيريو مود مش هيكون بيشتغل بشكل واضح على مايك واحد، لازم تكون بتستخدم المايكين كل واحد لقناة منفصلة. ونخلي بالنا اننا ما نعرضش المايك للمطر والمية او اي حاجة سايلة عموما، واننا ما نخزنش المايك قريب من اي مكان فيه حرارة عالية. بعد كده بيقول لنا ان المايك في النسختين السي 1 والسي 2 اللي مش معاهم اللي تشارجنج كيس بيجي مع المايك كابل تايب سي ثلاثي علشان نقدر نشحن كل القطع مع بعض في نفس الوقت، واكيد هنشوف ده مع بعض عملي كمان شوية، مع العلم ان الكابل ده ما بيجيش مع النسخة اللي هي معانا اصلا، ده كابل انا موفره بشكل منفصل، وانه بيرشح انك تستخدم سماعة بمدخل تايب سي على طول في المايك عشان توفر لك تجربة سماعة صوتية افضل، وان قطع المايك كلها بتشتغل اول ما بتخرجها من التشارجنج كيس وبتقفل لوحدها اول ما بترجعها مرة تانية وبتبتدي تشحن على طول. ودي صورة توضيحية لشكل شاشة الريسيفر عشان لو ما قدرناش نشوفها بشكل اوضح لما نستخدم المايك. هنلاقي فوق على الشمال مستطيل صغير فيه اسم المود اللي بنستخدمه، وهو بيتبدل ما بين 3 مودز، الستيريو والمونو والسيفتي مود، وجنبه مؤشر البطارية للريسيفر، وتحته قوة إشارة الترانسميتر الأول، وجنبها مستوى الصوت، وجنبها مؤشر للبطارية الخاص بيها، وتحتيها ليفل الصوت، وموجود تحت في الشاشة نفس الوضع للترانسميتر التاني. ودي حاجة عظيمة جدا انك مش محتاج تشوف فاضل قد ايه على البطارية او ان الصوت مش شغال او الوضع اللي انت شغال عليه ايه، كل المعلومات دي موجودة قدامك على الشاشة الصغيرة دي. وكمان تقدر تشغله على الموبايلات المختلفة باستخدام ادابتر لتحويل الجاك لمدخل تايب سي او لايتنج للايفون. ونخلي بالنا ان كابل توصيل المايك بالتليفون هو اللي بنستخدمه لللابتوب، وكابل توصيل الكاميرا هو اللي نقدر نستخدمه مع البي سي. كمان المايك بياخد ساعتين علشان يتشحن كامل، سواء الريسيفر او الترانسميتر او اللي تشارجنج كيس او كلهم مع بعض، وبعدها بتشتغل كل قطعة لوحدها لمدة 8 ساعات متواصلة، وتقدر تشحنه مرتين كاملين بعدها من اللي تشارجنج كيس، فانا اعتقد انه هيكسيد ال 20 ساعة اللي هم قالوا عليها. اخر حاجة المايك يقدر يشتغل في ظروف
درجة حرارة من 0 لـ50 درجة مئوية، وتقدر كمان تخزنه في ظروف درجة حرارة من -20 لـ60 درجة مئوية، عشان لو انت في مكان درجة الحرارة فيه عالية جدا فوق 50 ولقيت المايك مش بيشتغل معاك فتكون عارف ليه، او انك في مكان بارد جدا اقل من 0 درجة مئوية فتبقى عارف المايك برضو مش شغال معاك ليه. واخر حاجة بنلاقيها عندنا هي ستيكرز صغيرة كده للوجو الشركة. بعد كده بنفتح علبة المايك نفسه بنلاقيها متقسمة جزئين، الجزء اللي تحت فيه المايك نفسه والجزء اللي فوق فيه الوصلات والاكسسوارز اللي بتيجي مع المايك. وهنبتدي بالوصلات والاكسسوارز. اول حاجة بنلاقي عندنا كيس سيليكا جيل، بعد كده وصلة 3.5 ملي، جانب منها TRRS اللي هو بيتوصل في الموبايل او اللابتوب، والجنب التاني TRS اللي بتوصل في المايك. بعد كده بنلاقي وصلة الجانبين فيها TRS بيتوصل اي جانب فيهم في الكاميرا او البي سي، والجانب التاني في المايك. وبنلاقي الكابل بيجي بتصميم فليكسبل كويل شيك جدا. بعد كده وصلة السبليتر اللي بتيجي من تايب سي ميل لتايب سي في ميل، ومخرج سماعة 3.5 ملي عشان نقدر نشحن الريسيفر وفي نفس الوقت نقدر نسمع الصوت اللي بيتسجل على المايك. وكمان تقدر تستخدم سماعة تايب سي دايركت زي ما قلنا. بعد كده هنلاقي عندنا كابل تايب سي واحد بس لشحن التشارجنج كيس. اخر حاجة بنلاقيها عندنا هي 2 ويند فلتر او الديد كات او الفيوري وان شيلد زي ما تسميها، علشان تقدر تقلل صوت الهواء والدوشة وقت التسجيل في الاماكن المفتوحة. بعد كده المايك نفسه بيجي محفوظ في قاعدة من الاسفنج كده علشان يحميه من الصدمات. التشارجنج كيس شكلها شيك جدا، مصنوعة من البلاستيك المطفي، وتعتبر هي باور بانك خاص بالمايك نفسه. ومن تحت هنلاقي مدخل تايب سي لشحن التشارجنج كيس، وجنبها فتحة صغيرة كده في حال ان حصل اي عطل غريب تقدر تعمل ريسيت للكيس كلها من المكان ده باستخدام الدبوس اللي بيكون مع الموبايل بتاعنا اللي بنستخدمه عشان نركب الشريحة او نشيلها، فنقدر نستخدمه هنا عادي بكل سهولة. التشارجنج كيس وزنها خفيف جدا وصغيرة، تقدر تحطها في جيبك حرفيا. اول ما بنفتحها من فوق بنلاقي 4 مؤشرات لمدى شحن بطارية التشارجنج كيس، كل مؤشر فيهم عبارة عن 25% من شحن بطارية التشارجنج كيس علشان تعرف انت هتحتاج تشحنها امتى تاني. بعد كده المايكات نفسها اول ما بنطلعها بتشتغل تلقائي، وكمان بتتوصل ببعضها على طول وبتعمل فلاش ازرق كده بيثبت اول ما بتتوصل الترانسميتر بالريسيفر. الترانسميتر او المايك بيكون صغير وخفيف جدا وشكله شيك، عليه لوجو كوميكا ومؤشر اضاءة من الوش. من فوق بنلاقي كبسول المايك نفسه اللي من نوع اومينال دايركشنال، يعني احادي الاتجاه. الجنب اليمين فاضي تماما، ومن تحت هنلاقي لزقة زرقاء كده لازم نشيلها اول مرة نستخدم المايك علشان يقدر المايك بعد كده لما نحطه في التشارجنج كيس انه يشحن على طول، واللي بيتم الشحن عن طريق التو بينز اللي موجودين تحت دول. وفي النص هنلاقي مدخل تايب سي للشحن في حال التشارجنج كيس فصلت او مش موجودة لاي سبب. من الجنب الشمال هنلاقي زرارين، اللي فوق بيعمل ميوت، واول ما بنضغط عليه ضغطة واحدة بس بيعمل ميوت وبيتغير المؤشر اللي قدام للون الاحمر، والزرار اللي تحت بيفعل الوضع النويز كانسليشن اللي هو تقليل الضوضاء، وبتغير المؤشر من اللون الازرق للون الاخضر. واللي لو محتاجين نعمل اعادة توصيل تاني للمايك ما بين الترانسميتر والريسيفر بنضغط عليه ضغطة مطولة، وفي نفس الوقت بنضغط على نفس الزرار اللي هنلاقيه في الريسيفر ضغطة مطولة، ونفس الوضع الضغطة المطولة على زرار الميوت اللي فوق بتقفل المايك وتفتحه من تاني. هنلاقي من ورا موجود كليب شيك جدا عليه لوجو كوميكا نقدر نستخدمه في الهدوم بتاعتنا بكل سهولة، وكمان بنقدر نركب فيه من فوق الويند فلتر اللي موجودة معاه. ولكن نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، ان احنا بعد ما نركبها نتأكد ان المايك ما شغلش وضع النويز كانسليشن مثلا او عمل ميوت، لان بسبب حجمه الصغير انت ممكن تضغط على اي زرار من الازرار دي وانت مش واخد بالك. بعد كده الريسيفر نفسه واللي بيجي بنفس التصميم الشيك اللي موجود فيه شاشة بتوضح كل قنوات التحكم اللي كنا شرحناها بالتفصيل في الاول، ولكن هنأكد عليها دلوقتي تاني واحنا بنشرح المميزات بتاعته. واللي كان نفسي تكون مش متغطية بطبقة عاملة ريفليكشن علشان نقدر نشوفها بكل سهولة من كل الاتجاهات لو احنا في سيتويشن مش بيسمح لنا ان احنا نعمل ده، او في مكان فيه انعكاسات كتير. من الجنب اليمين هنلاقي مخرج 3.5 ملي لتوصيل الريسيفر بالموبايل او اللابتوب او الكاميرا، وتحت زرار الاون والاوف، وفي نفس الوقت هو زرار التغيير ما بين الاوضاع الثلاثة المختلفة، المونو والستيريو والسيفتي مود. من ورا هنلاقي كليب عريض شوية عليه لوجو كوميكا، واللي هنقدر نستخدمه كهوت شو زي ما هنعرف مع بعض كمان شوية. من الجنب الشمال هنلاقي مدخل التايب سي الخاص بالشحن والسبليتر اللي هو بنوصل السماعة والشحن مع بعض في نفس الوقت، وتحت هنلاقي زرارين لكل مايك للتحكم في الصوت بضغطة واحدة.
وبنلاحظ انه في 4 مستويات للصوت، كل ضغطه بمستوى وبعدها بيرجع من الاول تاني، ونقدر نشغل كل مايك فيهم لوحده، مش لازم الاتنين مع بعض. واول ما بنضغط على زرار الميوت بينور بلون احمر وبيكون التاني شغال عادي. ودلوقتي هنجرب نشحن التشارجنج كيس من باور بانك، وهنلاقيها اول ما بتتوصل بتبتدي تشحن على طول. وده شكل الكابل الثلاثي اللي لو اشتريت النسخه C1 او C2 هتلاقيه جاي مع المايك عشان تقدر تشحن بيه المايك نفسه دايركت. فبنوصله في الثلاث قطع اللي عندنا وبنلاقيه فعلا بيبتدي يشحن، وكمان يبتدي يدينا مؤشر على الريسيفر ان الاتنين ترانسميتر بيشحنوا في نفس الوقت هما كمان. وكمان نقدر نوصل السبليتر ونشحن منه دايركت من غير اي مشكله. دلوقتي هنبتدي نعمل تيستنج للمايك على اللابتوب، فمحتاجين الوصله TRS للTRRS زي ما قلنا. بنوصل الجانب TRS في الريسيفر وبنوصل TRRS في اللابتوب، وبنروح نفتح برنامج الاوديشن عشان نبتدي التست بتاعنا. صحيح نسيت اقول لكم على حاجه مهمه محتاجين نعرفها الاول، وهي ان احنا نقدر نوصل المايك من الكليب اللي تحت ده في الكولد شو اللي في الكاميرا، ولكن بنلاحظ ان لما بنوصلها الشاشه بتكون معكوسه، فنقدر عن طريق فيتشرز عظيمه جدا اننا نضغط على اي زرار من زراير الصوت اللي في الجنب ضغطه مطوله اننا نغير اتجاه الشاشه، ودي ميزه عظيمه بجد من المميزات اللي موجوده في المايك. نرجع تاني بقى للاوديشن علشان نعمل التست بتاعنا. ويفضل الحقيقه بقى في التستنج اللي جاي كله انك تستخدم سماعه او هيدفون كويسه فيها تشانل يمين وشمال عشان تقدر تسمع الصوت بشكل كويس، او تستخدم اي سبيكر يكون بيشتغل ستيريو عشان تقدر تحكم بشكل كويس على كواليتي الصوت. ده اول تستنج للمايك. المايك الاتنين شغالين محطوطين قدامي على مونو على فوليوم 1. طبيعي ان الصوت يكون باين عندنا في التو شانلز واحد، واحنا زي ما احنا. هبتدي اعمل النويز ريدكشن وهشوف حجم النويز هيتغير ولا مش هيتغير، وهعمل ده في الاتنين مع بعض. دلوقتي المفروض ان انا شغلت النويز ريدكشن والمايكات موجودة في مكانها وكل حاجة في مكانها، هل في تغيير ولا لا؟ اكيد انتوا سامعين يعني. دلوقتي هبتدي اغير وضع المونو لتاني وضع اللي هو وضع الاستيريو. دلوقتي انا المفروض غيرت من وضع المونو لوضع الاستيريو وانا لسه على النويز كانسليشن. دلوقتي هشيل النويز كانسليشن ونشوف الاستيريو هيحصل فيه ايه. ده صوت المايك في نفس مكانه، الاستيريو من غير نويز كانسليشن. والمفروض ان الاستيريو بيسجل تراك يمين وتراك شمال لوحده، فالمفروض ان كل مايك من الاثنين يكون بيديني النتيجه دي. فانا دلوقتي هحاول اعمل ده، ان انا هعمل واحد فيهم ميوت واشوف هل التاني بيسجل في تشانل لوحدها ولا لا. فالمفروض دلوقتي عملت واحد فيهم ميوت، ولكن زي ما احنا شايفين قدامنا ان هو بيسجل عادي جدا على الاثنين، فهو بيتعامل حتى مع المايك لوحده على انه مونو. وحتى ايفن لو اهو رجعت دلوقتي مشغل الاثنين، فحتى لو خليت واحد قريب مني جدا، في واحد كده قريب مني والتاني بعيد، او بدلتهم، ما بيفرقش خالص، مفيش واحد بيبان ان هو ليفت وواحد رايت ولا اي حاجه خالص. هنروح بقى لاخر تيست عندنا وهو السيفتي. والمفروض بقى السيفتي يكون باين في الانديكيتور اللي تحت بتاع الليفلز ان في واحد مسابق التاني، او في واحد اعلى من واحد بدي بيز محدده، علشان تقدر تاخد واحد في وضع السيفتي بتاع الريكوردينج. ولكن ده مش حقيقي، هما الاثنين واخدين نفس التراك. حتى لو وقفت واحد دلوقتي، في واحد فيهم عملت له ميوت ومفيش اي اختلاف خالص، ولو رجعته تاني حاولت اقرب واحد منهم اقرب التاني او واتيفر، مفيش اي اختلاف خالص. فالمايك بيشتغل مونو على اللابتوب دايركت، وده تيست الصوت بتاعه without any editing خالص. دلوقتي هعمل اخر تيست وهو ان انا هبتدي اعلي الفوليوم وانا على وضع السيفتي زي ما احنا بتاع التشانلز، علشان نشوف التشانل بتتحرك ازاي. فانا الاول هعمل واحد فيهم ميوت عشان نشوف هل فعلا الصوت بيختلف ولا ما بيختلفش. فعملنا للاي ميوت وهنبتدي نعلي البي، فكده الصوت 2، كده الصوت 3، كده الصوت 4، وانا محركتش اي حاجة من مكانها، مايك زي ما هو ما تلمسش بنفس الدايركت بتاع كلامي. ابتدي دلوقتي اعمل له هو ميوت واشغل التاني. انا دلوقتي عامل المايك الاولاني هو اللي شغال، فهبتدي اعليه. ده كده تيست 2، ده كده تيست 3، ده كده تيست 4، ده الصوت على اعلى ليفل موجود فيه. هرجع اشغل الاتنين مع بعض. ده كده اعلى صوت للمايكين مع بعض، وهما في نفس المكان بنفس الظروف كل حاجة، ولكن عليت الفوليوم بتاع الصوت من المايك للاتنين خليته 4.
هعمل اخر حاجة خالص ان انا هشغل النويز ريدكشن وهشوف ايه اللي هيحصل. كده انا مشغل النويز ريدكشن في الاتنين، وده كواليتي الصوت اللي طالع من النويز ريدكشن على اعلى ليفل في المايك على تيست اللابتوب. دلوقتي هنبتدي نعمل تيستنج للمايك على الهاند ريكوردر الزوم ال H1 علشان نشوف موضوع ان الاوضاع كلها مونو على اللابتوب ده في كل حاجة ولا لا. هنوصل الريسيفر بالريكوردر بواسطة TRS للTRS، وهنعمل المايك على ستيريو وهنبتدي نتكلم في الاتنين، وزي ما احنا شايفين الصوت شغال في الاتنين، فهنعمل واحد منهم ميوت وهنتكلم في التاني، وهنلاحظ ان في قناة صوت واحدة بس هي اللي شغالة. فدلوقتي هبتدي اعمل اللي كنت بسجل فيه ميوت وابدل التشانل، فهنلاقي ان قناة الصوت فعلا اتبدلت عندنا. هنبدل دلوقتي الوضع السيفتي، وهنلاحظ ان وضع السيفتي بيدينا قناة فيها الصوت طبيعي اللي هيتسجل بيه، وقناة تانية الصوت بيكون فيها اقل حوالي 6 دي بي، علشان لو قدر الله الصوت طلع اوفر او في مشكلة في الصوت باي شكل من الاشكال في قناة من القنوات، تقدر تستخدم القناة التانية عادي جدا بامان. اخر وضع معانا وهو المونو، وزي ما احنا شايفين الاتنين مع بعض شغالين عادي جدا على القناتين، ولو فصلنا واحد فيهم هيكون التاني شغال برضو على القناتين عادي جدا. حاجة مهمة كمان، الريسيفر بعد 30 ثانية بدون استخدام بيدخل في وضع الباور سيف للشاشة، فهنلاقيها الإضاءة بقت خافتة شوية، ودي لفتة عظيمة جدا من الشركة للحفاظ على فترة أطول للتسجيل. ودلوقتي هعمل ريكورد على الزوم في الاستوديو من غير أي إيديتنج خالص. أنا دلوقتي بسجل على المايك على البتاع، فهنبتدي نعمل الأسمر بتاعنا ونشوف حجم السنستيفيتي بتاعة المايك تقدر تعمل إيه. لو جبت العلبة بتاعتك تلاحظوا كان في صوت قطر، أنا عملت noise reduction، يمكن صوت القطر بقى في الباك جراوند مش موجود، وانا صوتي اصلا بعيد عن المايك على عكس لو انا خدته عملت كده فالصوت بقى قريب قوي، فممكن نعمل بيه حاجات كتير جدا. ودلوقتي وقت التستنج الداخلي على الكاميرا والموبايل في الاستوديو، فيلا بينا. ده صوت الموبايل في الاستوديو من غير ما نستخدم عليه اي حاجة خالص، وده تيستنج المايك في الاستوديو على الموبايل. ودلوقتي هنفعل وضع النويز كانسليشن وهنشوف الفرق. دلوقتي انا فعلت وضع النويز كانسليشن، وده صوت المايك على وضع النويز كانسليشن في الاستوديو. ده صوت الكاميرا في الاستوديو من غير ما نستخدم عليها اي حاجه خالص. ده صوت المايك على الكاميرا في الاستوديو واحنا على وضع المونو. ودلوقتي هقفل التشانل دي وابتدي اشغل التشانل التانيه. دلوقتي انا شغال بالتشانل التانيه على وضع المونو على الكاميرا في الاستوديو. دلوقتي هفعل وضع النويز كانسليشن علشان نسمع الفرق ما بين الاتنين. دلوقتي انا عامل اكتف لوضع النويز كانسليشن على المايك داخل الاستوديو على الكاميرا. دلوقتي انا على وضع الاستيريو داخل الاستوديو على الكاميرا، ودلوقتي هبتدي ابدل ما بين التو تشانلز. المفروض ان احنا دلوقتي سامعين من التشانل التانية من المايك على الكاميرا داخل الاستوديو من غير ما نعمل وضع النويز كانسليشن. ده تيستنج صوت المايك على الكاميرا داخل الاستوديو على وضع السيفتي مود. ودلوقتي وقت التستنج الخارجي، ولكن لازم نحط في الاعتبار حاجة مهمة وهي سرعة الرياح، وسرعة الرياح زي ما احنا شايفين عالية جدا بالنسبة لاني في مكان مفتوح زي البحر، وكمان صوت الدوشة بتاعت المكان نفسه. وحاجة كمان مهمة وهي ان المسافة اللي انا اتحركتها كانت اكتر من 180 متر، ودي بقياسات جوجل ايرس زي ما احنا شايفين. دلوقتي ده صوت المايك في التست الخارجي، وزي ما احنا عارفين ومتعودين دايما ان انا بحب اعمل تيست في مكان يكون فيه دوشة او فيه صوت عالي. انا مش عارف طبعا دلوقتي صوت الهواء عامل ازاي، بس هو فيه هواء جامد جدا. ودلوقتي هبتدي اعمل النويز كانسليشن وهنسمع مع بعض الصوت عامل ازاي. دلوقتي النويز كانسليشن معمول له اكتف، انا مش عارف برضو الصوت كويس ولا لا، ولكن اكيد انتوا سامعينه دلوقتي وهكون سامعينه مع بعض، واكيد هقول رايي عنه في اخر الفيديو. دلوقتي هبتدي اركب الديت كات او الويند فلتر علشان نشوف هل هتعمل ريدكشن للصوت ولا لا، ولكن في الاول هلغي موضوع النويز ريدكشن. دلوقتي انا ركبت الديت كات واعتقد ان في فرق في الصوت، نتمنى ذلك يعني.
دلوقتي بقى هبتدي وانا عامل ديت كات وكل الحاجات دي، هبتدي اتحرك ونشوف المايك هيبتدي يقطع معانا بعد مسافة قد ايه، او هيفضل شغال معانا المسافة قد ايه. وزي ما احنا قلنا في الاول واحنا بنعمل الانبوكسنج، ان المايك مصمم ان يكون الترانسميتر والريسيفر مواجهين لبعض، فطبعا بعد ما لف ممكن يبتدي يقطع، فبرضه هنسمع مع بعض هو بيقطع امتى وكل الحاجات دي. فيلا بينا. المفروض دلوقتي انا ظهري للمايك، فمش عارف بيقطع ولا لا، بس مش عارف، فخلينا نشوف. فانا كل شويه كده شويه اوقف نشوف الموضوع ده. تمام كده، المفروض الصوت مظبوط، مش عارف بيقطع برضه ولا لا. هنمشي شويه كمان، تقريبا كده بيقطع. في المفتوحة حتى على ال 200 متر كانوا قايلينها ان لازم يكون مواجه الريسيفر والترانسميتر، فتقريبا بيقطع. شوف تاني كده بيقطع، كده بيقطع، مش عارف بيقطع ولا لا، بس يعني ايه، خلينا نشوف. احنا هنمشي تاني ونشوف. هو تقريبا كده بيقطع عشان والترانسميتر مش شايف الريسيفر، مش عارف كده ايه. كده شغال، كده شغال، مش عارف شغال ولا لا، بس تمام هنشوف. هنمشي شويه كمان، الصوت بيقطع، شغال اصلا، شغال، مش عارف شغال ولا لا، بس قوي اصلا تقريبا مش شايف الكاميرا اصلا. بس هنجرب شويه كمان، اول ما يشتغل اتمنى ان يعني هو لو وصل لحد هنا يبقى يعني قوي 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 كده فل جدا. انا هشيل هعمل دلوقتي حاجه تانية. انا مش هو شغال. طيب انا دلوقتي هعمل حاجه تانية، احنا حاطين الويند فلتر، بس انا لاغي النويز كانسليشن، فانا هعمل النويز كانسليشن على الويند فلتر. مش عارف بقى هيبقى ايه الدنيا. دلوقتي انا اكتفت النويز كانسليشن على الويند فلتر، انا مش عارف الصوت عامل ازاي ولا ايه الظروف، بس اكيد انتوا سامعينها. يعني انا متحمس قوي، متحمس بجد اسمع ده ونقول انطباعنا مع بعض في الاخر. ويلكم باك. بصراحه كده بعد التستنج والانبوكسنج اللي احنا عملناه، انا مبهور جدا 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 بالمايك ده، وبناء على التجربه الشخصيه بجد المايك على حجمه وامكانياته والصوت اللي بيطلعه تحفه جدا جدا جدا، لانه بالنسبه لي خيار سهل وبسيط لكل حاجه انا محتاج اسجل فيها صوت. ولكن بالنسبه لي انا شخص بحب اصور انترفيوهات بشكل كبير، فكان نفسي يكون المايك بيتوصل بنيك مايك او بكليب مايك عشان اقدر اصور في الانترفيوهات بشكل لطيف. ولكن ده ما يمنعش ان شكل المايك حتى في التيشيرتس كويس جدا، وده يختلف عن مايكات تانية كتير، بالذات انك لو عملت له كليب في التيشيرت هو حجمه ووزنه خفيف جدا، فهو ما بيأثرش خالص في التيشيرت، فهو حتى بيخلي التيشيرت لسه شكله زي ما هو وحجمه صغير جدا، فما بياخدش مكان وانت ما بتحسش بيه، وكمان لونه غامق هو اسود، فهيليق على اغلب الحاجات اللي موجودة حتى لو بتحط على التيشيرت ابيض. ودلوقتي بقى موضوع ان المايكات تكون موجودة في التيشيرتس وموجودة في الصورة ما بقاش ازمة كبيرة، بالذات بقى ان هو فعلا شكله شيك. الحاجة التانية بقى اللي انا برضو حاسس انها كانت ممكن تبقى ميزة زيادة، ويمكن انا دي عيب مني انا ان معرفتش اعمل كونكشن صح، ان الاوضاع بتاعة المايك ما اشتغلتش ولا على اللابتوب ولا على الموبايل، فكان بيتعامل مع المايك على انه في الوضع المونو فقط، فكان وضع الاستيريو ووضع السيفتي ما بيشتغلوش ولا على اللابتوب ولا على الموبايل. في الاخر بقى فكرة انك معاك مايك خفيف بيشتغل بكل الامكانيات الحلوة دي، بيشتغل فرنج المسافة الكبير جدا جدا اللي احنا شفناه مع بعض في التستنج، بيطلع كواليتي الصوت العظيمة دي، والكواليتي اللي احنا سمعناها دي كانت من غير اي انهانسينج خالص، واللي انا شايف انه لو اتعمل له اي تاتشنج بسيط على اي سوفت وير عشان يتعمل له اديتنج هيبقى الصوت عظيم جدا جدا جدا. بعيدا بقى عن حته الوزن والحجم، ففكره انه كمان بيشتغل لمده 8 ساعات متواصله، اي نعم انا معرفتش اعمل ده، ولكني استخدمته كتير جدا فمحتاجتش ان انا اشحنه خالص، ولا حتى التشارجنج كيس بعد ما شحنتها اول مره لحد دلوقتي هي لسه في الفور انديكيتورز بتاعتها ما نقصتش ولا حتى شرطه واحده. فانا شايف انه هيبقى خيار سهل وجميل جدا ليك لو انت مسافر وما عندكش دايما كونكشنز او حاجات تخليك تقدر توصله بالكهرباء بسرعه. فانا شايف بقى انه مناسب جدا لفئه الفلوجرز بالذات، لانه سهل
خفيف بيقعد معاك وقت طويل بيطلع كواليتي صوت محترمة جدا جدا جدا. الفئة التانية اللي انا شايف برضو ان المايك ده هيكون مناسب جدا ليهم هما الناس اللي بتخش كتير جدا اونلاين ميتينجز او بتعمل ستريم فيديوز، لانه بيسهل عليك فكرة الحركة والتنقل وانك ما تكونش ملتزم ان في مايك كوندنسر مثلا قدامك فانت لازم تكون قريب منه، انت تقدر تتحرك تروح تجيب حاجة وترجع، فتقدر تفضل على كونكشن ما بينك وما بين الناس اللي بتكلمهم طول ما انت بتتحرك، حتى لو انت مثلا واقف في محاضرة في مكان كبير فتقدر تتحرك بسهولة وانت لابس المايك ومش معيقك في الكلام ولا في الحركة بأي شكل خالص. على المستوى الشخصي بقى انا انبهرت من المايك ده جدا ومن الفيتشرز اللي فيه، وبنصح جدا 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 لأي حد بيدور على مايك دلوقتي في الفئة السعرية بتاعته انه يكاتش المايك ده، لانه هيكون خيار سهل وبسيط ومريح جدا ليه. وزي ما قلتلكوا لو عايزين تطلبوا المايك او اي منتج من منتجات كوميكا هسيب لكم لينك الموزعين بتاع كوميكا في مصر في الديسكريبشن، وكالعادة لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تسيبه في كومنت وانا هرد عليك، واشوفكم الحلقة الجاية.